كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. الجديد خرج اليوم مع الوحدة أغنية تروميمي من كلمات ألحاني وفيتشرينغ مع دي جي كيس. هادشي كنخليو للجمهور، الجمهور هو اللي كيحدد. انا كنشوف راسي انني غادي في طريق مزيانه، كندير اغاني مزيانين مزيانه تكون منافسه ما بين الشباب. اكيد فكاين شباب هما صحابي عزازين عليا، ما يمكنش هاد المقارنه، فهمتيني؟ انا كنتمنى اليوم الخير وكاملين نهضوا بالاغنيه المغربيه. اكيد الله يبارك فيك. شويه الا كانت شي حاجه شخصيه فاكيد انني غنعلم بها، الا كانت شي حاجه رسميه اكيد كالزواج وك الله يحفظك الله يطول عمرك الله يبارك. علاش ما مشيتيش مع اللعابه الروسيه؟ علاش ما جاتكش؟ كان عندي كان عندي ريبيتيسيون، كان عندي الخدمه راك عارف. ما جاتك دعوه؟ لا كنت غنمشي ولكن كان عندي الخدمه. فاهم كنتي غتمشي على حساب ولا زعما جاتك دعوه من شنو؟ ما فهمتش. دعوه من الجامعه على كتجيب دعوة من الجامعة؟ ما عرفتش، يمكن ما جاتنيش دعوة ما عرفت. سي إيهاب، كنعرفوا أن عندك واحد الجمهور كبير من الفئة الشبابية، عندك شي تخوف اليوم في لاسين يعني ما يجيش الجمهور كثير؟ شوف، كل واحد الرأي ديالو، كل واحد القناعات ديالو. إلا جا الإنسان راه مرحبا به، ما جاش كيبقى رأيه يحترم، زعما كيبقى الرأي ديالو يحترم، بغى يجي مرحبا به، ما بغاش كيبقى الرأي ديالو يحترم. ماشي لكن ما بغيتش، انا من النوع اللي ما عزيزش عليا هادشي. علاش؟ ما شخصي، داكشي شخصي. تفرح العائله وتفرح الجمهور ديالك؟ شخصي، ما كيكثر داكشي ملي كتحاول انك انت دير ديالك، ما كتبقاش عندك ديك الحلاوه وصافي. هادشي اللي كاين، وجهه نظري شخصيه، هادشي اللي كاين. اما كلشي طرح كان مزيان الحمد لله.